عندها واش حنا محتاجين يعني ثلاثه نقاط ولا او النقطه يعني بس النقطه من الدفاع الحسن الجديدي ولا من الوداد البيضاوي، لان حنا خرجنا من ازمه يعني جوج ديال الانهزامات، فيمكن هذه كانت هي تكون الضربه القاضيه بالنسبه لنا لو كنا انهزمنا مع الوداد، ولكن النقطه كانت بالنسبه لنا ايجابيه، والنقطه هذه ايجابيه لان حنا باقين في المقدمه وباقي ان شاء الله نحافظوا على المقدمه ان شاء الله. حنا بالضبط الاوقات يمكن نتعرضوا خصوصا يعني بالنسبه لحجم المباراه والضغط اللي وراه وهذه، ولكن هذا ما كيعنيش بان هذا اللي صار يتعاقب من بعد، لان عندنا جلسه معهم ان شاء الله رب العالمين. هذا ما كيعنيش بان يعني بحال قلت شويه الضغط النفسي هو اللي كيمكن يولد بزاف الحوايج، فحنا من هذا المنبر كنطلبوا يعني الاعتذار يعني المسامحه، ولكن هذا اللي عملنا هذا الفعل هذا فالله يتعاقب ان شاء الله. المباراه لان المباراه يعني في الحجم هذا خصها تكون يعني مثل هذا يعني بين الجمهور ديالنا والجمهور ديال جديده، فانا اللي طبعا هو اليوم شفت الجمهور ديال جديده لان المفاجاه ما شفتش، فاذا كنا حنا يعني الطرف باش يجي الجمهور ديال جديده بقاو تجيو لعبوا معايا كل مره تجيو لعبوا معايا. فكنتمنى يعني الجمهور اللي عنده هذا الفريق هذا كنظن انا خصو يبقى يتبعو لا سواء داخل الملعب ولا خارج الملعب. جديده قاموا مقابله جميله، حنا كنا الند بالنسبه للمباراه، فكنتمنى كاع المباريات يفوزوا بنفس الريتم هذا. حنا جاونا فرص في الشوط الاول اللي يمكن ثلاثه الفرص اللي جاو وسجلنا منهم وحده، فهما يعني عجبهم فرص ما سجلوش وهذه كره القدم، فكنتمنى لهم الحظ الموفق ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله.